السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطل سنة تانية القمر حبيب قلبي، أهلا بيك في الوحدة الأخيرة في الترم الأول يونت 6. الوحدة اسمها healthy lunch، كلمة lunch اللي هو الغداء، ولو أنا جمعتها أقصد وجبات الغداء، بس وجبات الغداء دي هتكون صحية، هتكون healthy. healthy lunch، وجبات غداء صحية، ده اسم اليونت. طيب هو انا بادئ كده بصبوره على طول ليه؟ هقول لك، بس الاول كبر الصوره وعلي الجوده واللايك الجميله بتاعتك، كرستك وقلمك معاك، علشان عندنا حصه جميله جدا هتحفظ فيها ان شاء الله كلمات وعبارات مهمه جدا. ويلا بينا نقول بسم الله ونبدا مع بعض. انا جاي بصبوره علشان would you like، would w o u l d، ال كتبناها وما قلناهاش ما نطقناهاش. What you like؟ إيه would you like دي؟ Would you like يعني هل تريد أو هل تحب أو هل تود؟ أنا بعزم عليك. Would you like؟ ممكن أقولك مثلاً Would you like some؟ some يعني بعض. Would you like، خلينا أكتبها لك كده بلون مختلف ونثبت. Would you like؟ Would you like، هل تريد، هل تحب، هل تود؟ Would you like some tea؟ هل تريد بعض الشاي؟ Would you like some tea؟ علامة استفهام، بقول لك هل تريد، يبقى هعمل في الآخر علامة استفهام. يبقى أنا بعرض عليك أو بعزم عليك، بعزم عليك بشوية شاي، فبقول لك Would you like some tea؟ لو إحنا قاعدين بنفطر فأنا عاوز أدي لك بيضة، فهقول لك Would you like، هل تود، an egg؟ Would you like an egg؟ وعلامة استفهام. Would you like، هل تريد، هل تود، هل تحب، بعزم عليك. يبقى لما اجي اعزم على حد يا ابطال هقول له Would you like، هقول له ايه يا ابطال؟ Would you like، هنحفظها يا مستر، هنحفظها يا ابطال. Would you like، Would you like some tea، Would you like some water، هل تريد بعض الماء. Would you like some coffee، بعزم على واحد بقهوة. Would you like، Would you like، Would you like an egg؟ لو انا عاوز اعزم على واحد ببرتقانة هقول له Would you like an orange، Would you like an orange. زميلي قاعد في الفصل جنبي ومعهوش قلم، Would you like a pen. يبقى انا بعزم ب Would you like، Would you like، Would you like، هل تريد، Would you like some tea، Would you like an egg. افرض هو تمام، هو عاوز شاي، هيقول لي yes طبعا، بس هو مؤدب، هيقول لي yes please، yes please، فكر please من فضلك، هيقول لي كده يا ابطال yes please، yes please، نعم من فضلك، هيقول لي yes please، نعم من فضلك. هقول له would you like، هل تريد، would you like some tea، yes please، would you like an egg، yes please، Would you like an orange? Yes, please. Would you like a pen? Yes, please. Yes, please. نعم من فضلك، من فضلك. افرض هو مش عاوز، انا بعزم عليه بشاي وهو مش عاوز شاي. بعزم عليه ببيضة وهو مش عاوز. بعزم عليه ببرتقانة وهو مش عاوز. هيقول لي ايه؟ هيقول لي yes ولا هيقول لي no؟ هيقول لي no. بس هيقول لي no، هو مؤدب، هيقول لي no thank you. No thank you، هيقول لي كده No thank you. هقوله Would you like some tea، هل تريد بعض الشاي؟ No thank you، لا شكرا. وممكن بعدها يقول لي I'd like، I يعني أنا، I'd like يعني أنا أريد. مثلا I'd like some juice، لا شكرا أنا مش عاوز شاي أنا عاوز عصير. شفت الرد الجميل؟ تاني انا بعزم على واحد وبقول له Would you like some tea، هل تريد بعض الشاي؟ قال لي No thank you، لا شكرا شكرا. I'd like، I'd like، I'd like يعني انا اريد، برضو مهمة مهمة مهمة. I'd like some juice، I'd like some juice، انا اريد بعض العصير. او مثلا يقول لي I'd like some water، انا اريد بعض الماء. فده كده يا ابطال يعني اهم حاجه في فيديو النهارده. تعال نبص مع بعض على الشرايح بتاعتنا.
اللي هي يونت 6 الوحدة الستة healthy lunches وجبات غذاء صحية. lesson 1 الدرس الاول. ونشوف اول كلمة عندنا هناخد مجموعة اطعمة اكل ومجموعة drinks مشروبات. بالنسبة لكلمة food اصلا يعني طعام. كلمة food يعني طعام. food طبيعي طالما بتتكلم في وجبات غذاء صحية فاكيد انت هتجيب بقى اكل وشرب وحاجات من دي. ففود طعام. فود نحفظها ابطالي بيكتبوا وبيرددوا. وقف الفيديو لو انا بتكلم بسرعه وقف الفيديو وقول الكلمه وشغل الفيديو تاني. فود طعام. هناخد اول حاجه عندنا grapes العنب grapes. طيب some grapes بعض العنب. Would you like some grapes؟ بعزم عليك فاكر would you like some grapes؟ هل تريد بعض العنب؟ Yes please أو no thank you. ف grapes عنب grapes. Fries بطاطس مقلية fries. بس الفرايز دي صراحة بقى يعني عشان نتكلم في الصح بقى والجد الفرايز دي unhealthy. احنا قلنا healthy صحي unhealthy غير صحية صراحة يعني. fries would you like some fries؟ فقولي no thank you لا شكرا لا يا عم انا ما اكلش الحاجات الغير صحية دي. انا ممكن اكل واحدة اتنين تلاتة لكن كلها كده لا no thank you. I'd like some grapes انا اريد عنب حاجة صحية. فالبطاطس المقلية اسمها fries. والدجاجة chicken خدناها كتير قوي chicken فاكر CHI chicken. والبيض eggs. طيب بيضة واحدة an egg. البيضة الواحدة an egg. عاوز اجمع انا لما اجي اجمع يا ولاد اوكي انا عاوز اجمع an egg اللي هي بيضة. لو انا عاوز اجمع لو في a او an او one لازم يتشالوا لان هما دول بيتحطوا قبل المفرد فانا هشيل an وهضيف s an egg جمعها eggs. fruit الفاكهة fruit فاكهة fruit عنب وبرتقان وفراولة fruit. الايس كريم اسمه ايس كريم انا هكسره شويه كده كريم ايس كريم اوكي ايس كريم. احنا في الغير صحي دلوقتي بقى برجر البرجر او سندوتش البرجر برجر بي اور جي اور برجر. ده كان الاكل. تعال بقى ناخد مشروبات. المشروبات اصلا يعني drinks مشروبات drinks مشروبات drinks. طيب هو drink مشروب او يشرب اوكي a drink مشروب و drink يشرب و drinks مشروبات حاجات بتتشرب. زي ايه بقى الدرينكس المشروبات زي ايه؟ زي ميلك الحاجة الهيلثي الصحية ميلك لبن. would you like some milk؟ فاكر would you like هل تريد؟ would you like some milk؟ yes please يبقى ميلك لبن. تي شاي فاكر لما كنا بنقول تي with milk شاي بلبن؟ تي شاي. Would you like some tea؟ هل تريد بعض الشاي؟ No thank you. لا شكرا. I'd like some milk. أنا أريد بعض اللبن. أنا مش عاوز شاي. شاي تي. من المشروبات برضو العصير. Juice. وممكن أحدد العصير. Orange juice. Pineapple juice. عصير. Juice. J-U-I-C juice
ومن المشروبات طبعا water، الماء أو water. لو أنت عايز تقولها بريطاني water، عايز تقولها أمريكي water، water water أو water، الماء water water. Would you like some water؟ Would you like؟ هل تريد؟ بعزم عليك. Would you like؟ Would you like؟ فطنط دي بتعزم على عمه ده بكيك، أكيد بتقول له Would you like some cake؟ Would you like؟ Would you like؟ Would you like؟ Would you like؟ هل تريد؟ طبعا some يعني بعضه، شوية مش كله، لا مش كله، some بعضه. يعني أنا عندي ده إيه؟ ده كمتر تقريبا، فيعني بعض الكمتر. Some بعض، some مهمة. Would you like some؟ هل تريد بعض؟ Okay some بعض some. ماشي يا أبطال؟ بعض some. نبص بقى على ملخص الليلة كلها. Would you like؟ هل تريد an egg؟ an egg بيضة، علامة استفهام. لو عاوز بيضة فهقول yes please، نعم من فضلك، بأدب كده yes please. وممكن كمان ازود يعني اقول yes please، نعم من فضلك، that looks yummy. هي كلمة yummy مش واضحة هنا، تمام؟ تعالى كده، لا بص كده يا بطل معايا هنا، احنا ممكن نكتبها هنا، ممكن نقول yes please، yes please، نعم من فضلك، وبعد كده اقول له that، هذا، looks، يبدو، وبعد كده اقول له yummy، yummy اللي هو لذيذ طعمه حلو، that looks yummy، yes please that looks yummy، that looks yummy. ماما لما بتبقى عاملة اكل فانت تدخل كده وتقول لها that looks yummy، that looks yummy، الاكل ده شكله لذيذ وطعمه حلو، that looks yummy. طيب would you like some tea؟ هل تريد بعض الشاي؟ no thank you، لا شكرا. I'd like some juice، انا اريد بعض العصير. يبقى انا ممكن اقول yes please وممكن اقول no thank you، بادب برضو، no thank you، لا شكرا. واقول انا عاوز ايه، ما تكسفش، I'd like some juice. طالما بكلم ماما وبابا عادي مش هتكسف، I'd like some juice. What's your favorite food؟ طعام، سؤال حلو قوي، سؤال جميل. ما طعامك المفضل؟ What's your favorite food؟ طبعا كلنا عندنا يعني أطعمة كتيرة جدا، مشروبات كتيرة جدا، أكيد في أكلة أنت بتحبها أكتر حاجة، أكيد في مشروب أنت بتحبه أكتر حاجة، المفضل بتاعك. فأنا هسألك What's your favorite food؟ والإجابة بتختلف من واحد لواحد. What's your favorite food؟ What's your favorite food؟ ما طعامك المفضل؟ What's your favorite food؟ favorite مفضل خدناها قبل كده، فاكر لما كنا بنقول my favorite person is a cleaner، شخص المفضل هو عامل النظافة، أو my favorite person is a nurse، أو my favorite person is the gardener. favorite مفضل، favorite food. What's your favorite food؟ What's ما؟ What's your favorite food؟ ما طعامك المفضل؟ فواحد هيقول لي my favorite food، طعامي المفضل، ماي بتاعي، is ice cream، is بيكون ice cream. واحد تاني يقول my favorite food is burger. واحد تالت يقول my favorite food is chicken. واحد يقول my favorite food is meat. واحد يقول my favorite food is fish. واحد يقول my favorite food is rice. فكل واحد بيختلف طعامه المفضل عن التاني. What's your favorite food؟ ما طعامك المفضل؟ My favorite food is ice cream. طيب What's your favorite drink؟ ما مشروبك المفضل؟ هنا بقى مش الطعام، أنا بسأل على مشروبك المفضل. What's your favorite drink؟ What's your favorite drink؟ ما مشروبك المفضل؟ فتقولي مشروب بقى milk ولا tea ولا juice ولا water. My favorite drink is milk. My favorite، ما اقولش my favorite food، هقول my favorite drink، مشروبي المفضل is milk. My favorite drink is milk. واحد تاني يقول my favorite drink is tea. واحد تالت يقول my favorite drink is juice او orange juice. يبقى my favorite drink is milk،
دي كانت آخر شريحة. فتعالى كده يا بطل نبص على الكتاب، يلا بينا نشوف كتابنا. يعني سكس الوحدة الستة lesson 1 healthy lunch، وجبات غداء صحية. حلو، تعالى يلا بينا نشوف الدرس. أصدقائنا واضح كده ان هم قاعدين في حديقة او حاجة، اوكي، وعندي هنا وهاني وبابا وماما وجدو. فتعال نشوف المحادثة. نمبر 1، هاني بيكلم his grandpa جدو، فبيقول له grandpa يا جدي would you like، هل تريد some tea بعض الشاي. يا ترى هيقول له ايه؟ قال له no thank you، لا شكرا. I'd like some juice، انا اريد بعض العصير. طيب بعد كده number 3، بابا okay بيكلم ماما فبيقول لها would you like an egg، قالت له yes please، نعم من فضلك. Would you like an egg، هل تريدي هل تودي. Would you like an egg، قالت له yes please. طيب بعد كده البنوتة دي بتقول لهنا، هنا would you like some chicken، would you like some chicken، هل تريدي بعض الدجاج. فهنا قالت yes please وكملت that looks yummy، هذا يبدو لذيذ. That looks yummy، يبقى بنتعلم egg بيضة، tea شاي، chicken جاج، juice عصير، وبنتعلم would you like، would you like some، هل تريد بعضة، يا إما yes please لو أنا عاوز yes please، أو لا فبقول no thank you، لا شكرا. طيب عندنا هنا milk burger chicken fries fruit grapes ice cream juice water. هنقسم بقى food و drinks. food طعام، okay food يبقى burger chicken fries fruit grapes ice cream، والدرينكس المشروبات يبقى هناخد milk وهناخد juice وهناخد water علشان نقسم لفود ودرينكس. واعبر عن اكلي او طعامي المفضل واقول my favorite food is ice cream، او مشروبي المفضل واقول my favorite drink is milk. يبقى احنا عندنا burger fries ice cream milk fruit grapes water juice chicken، كلمات مهمة نحفظها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو وعرفنا would you like، would you like some tea yes please، would you like an egg no thank you. شكرا جدا للمشاهدة، وانك يا بطل كملت الفيديو معايا للاخر، وصلت النقطة دي في الفيديو، واعتقد يعني ان الدرس كان سهل جدا، بس ركز في العبارات والكلمات اللي موجودة في الدرس. هتوحشني كتير جدا لغاية lesson 2 ان شاء الله. دلوقتي بقى بكل اسف هقول لك سلام، goodbye.